اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. انا النهارده طبعا جبت لكم، انا كنت جايبه العلبه دي ب 45 جنيه، فيها يا دوبك 3 حتت زي دول، والله زي دول، فيها بالظبط 3 حتت زي دول بالظبط ب 40 او ب 45، حاجه زي كده. فانا طبعا قلت اجيب جبنه الفلاحي اهيت، ما شاء الله تبارك الرحمن، اهي ده كيلو ب 20 جنيه، ب 20 جنيه بس. وطبعا هنفتح العلبة معانا، طبعا ده الشرش بتاعها هو اهي، وهنحط دي اللي احنا جايبينها دي هنا في الشرش كده بالظبط في المية كده في الشرش بتاعها اهو. وطبعا هنسيبها بس اسبوع او 3 4 ايام تاخد بس من الميه، من طعم الميه، من طعم الشرش بتاع الجبنه دي. دي الجبنه دي هتاخد من طعم الجبنه دي، والله العظيم هتبقى الجبنه الفلاحي دي احسن من دي. وطبعا الجبنه الفلاحي بيبقى ليها طعم احسن طبعا من الجبنه دي. وطبعا يا حبايبي انا متشكره جدا 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 على كل الضيوف اللي بيدعموني وكل اصحابي اللي معايا، وربنا يبارك له فيكم حبايبي. وطبعا هنقفل، هنربطها برضو كده تاني، ولازم نقفل العلبة كده كويس اهي. وطبعا يا جماعة ربنا يبارك لي فيكم حبايبي، وتسلموا لي يا رب، والسلام عليكم.